عندي هون سميد خشن، بحط عليه سمنة وبفركه، لازم نفركها بالإيدتين. القوام صار هيك بتركها ترتاح مدة ساعة. المي بضيف عليها قطر بيكنج صودا، هاي العجينة بقسمها قسمين، قسم بحطه تحت وقسم لفوق للوجه. بس مدها بالصينية، شوفوا قد ايه بده يكون سمكها، ما بدها تكون سميكي. اوكي، عندي هون مهلبية، انا المهلبية كنت طبختها قبل بالبوست اللي قديم، فيكم تشوفوها. انزل عليهم قشطة طازج، قطر، هذا قوام القشطة لأنه هلأ هي رح تنشف بعدين ترجع، مشان هيك لازم تخليها شوي تكون رخوة. بيمدها بالسباتولا، بنعمها أو بالملعقة، أنتوا كيف تلاقوا حالكم فستق مرتاحين. حلبة ممكن تحطوهم بالكعب، ممكن تحطوهم على الوجه، مش مشكلة، ما رح نختلف. وممكن بلاهم. النص التاني بحطه على شقفة نايلون. طبعا الورقة بنكون رشينا مي، أوكي، بنفرد عليها العجينة. خلص فنش، من نعم الوجه بنرجع. بنخطط الوجه بالسكين، بس الوجه، ها. مهم جدا يكون لونها هيك شيء غامق، وشوفوا هيك افطاريه. بعدين هذا رح طبعا بنخليها تبرد كليا، ونرجع بنقطعها وبنقدمها. بالعافيه عليكم.